بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان واتجه في قلوبنا قل للآمر ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا إلى تمييز الفرائض والسنن من كتاب سرر الصلاة، من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. قال: جملة ما ذكرناه يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الآخرة أن يراعي جميعها. فالفرض من جملتها 12 خصلة: النية والتكبير والقيام والفاتحة والانحناء في الركوع إلى أن تنال راحته ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائما، والسجود مع الطمأنينة، ولا يجب وضع اليدين والاعتدال عنه قاعدا، والجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام الأول. فأما نية الخروج فلا تجب، وما عدا هذا فليس بواجب، بل هي سنن وهيئات فيها وفي الفرائض. إذن النية نية الصلاة ومحلها القلب، ومحلها القلب. وتكبيرة الإحرام يفتتح بها الصلاة، والقيام يعني أن يكون قائما في صلاته إلا أن يمنعه مانع، إلا أن يمنعه مانع، يعني له عذر أن يكون معذورا، أن يكون معذورا. والعذر هنا قد يكون بسبب الحالة الصحية مثلا، أو قد يكون بسبب ظرف، يعني مثال على ذلك على قضية أنه ليس لقيود من الصحة، يعني مثلا لو كان إنسان لو كان مريضا واضح جدا أنه لا يستطيع أن يقوم واحد. طيب لو قلنا في الطائرة ماذا يفعل؟ حصل أننا صلينا مرارا وتكرارا في الطائرة قياما وركوعا وسجودا، من لا ينقصنا شيء، وكان هذا يعني إلى فترة نسبيا قريبة، يعني حتى حصل ما حصل وأصبح هنالك تخوف من يعني حركات المسلمين وأقوالهم. يعني مثلا مجموعة من الأئمة في أمريكا كان لديهم مؤتمر، كانوا يتحدثون مع بعض بالعربية، فمنعوهم من الصعود إلى الطائرة، ومنهم من كان يتحدث بالطائرة فأنزلوه منها، يعني قضايا كثيرة جدا، فأصبح الإنسان يتحرج. وإلا صلينا وصلينا جماعة، صلي جماعة أكثر من مرة في بعض الطائرات الكبيرة، كان في متسع، يعني سبحان الله مر على طائرة سعودية وأنا كنت في مريزة ذاهب إلى جدة للحج، فطائرة 747 ضخمة جدا مع موظفي الطائرة، كانت جماعة وجماعة محرزة والحمد لله رب العالمين. إذن هي القضية الأساسية أنه القيام إلا أن يعني يمنعه مانع فيكون ذلك بعذر، إذا إما لمرض قلنا أو لظرف. والفاتحة، نعم، وقوله الفاتحة يعني بمعنى يعني خص الفاتحة بمعنى أن ما بعدها من القراءة ليس فرضا، ويذكر الإمام الغزالي فيما بعد، ولكني أذكر مسبقا يعني نعم. قال في آخر هذا الباب، قال: ولا ينبغي أن يكون حظك من مارس الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض،
فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها، فإن ذلك يضاهي قول الطبيب إن فقع العين لا يبطل وجود الإنسان، ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية. ببساطة شديدة جدا، هذه المعرفة ليست للترك، هذه المعرفة ليست للترك، بل هذه المعرفة حتى يعلم إذا ما حصل منه. يعني نقول أنه لا ينوي أن يترك القراءة من بعد الفاتحة، ولكن حصل أنه نسي، ركع يعني ركع من بعد الفاتحة ناسيا ذاهلا، بغض النظر عن الظرف النفسي أو في قضية الوعي بما كان مشغول، لا ففطن، فعرف هنا عرف من فقهه أن الفاتحة فرض، وأنه لا يجب عليه شيء، بإمكانه أن يكمل صلاته، لكن ليس للترك مسبقاً، ليس للترك مسبقاً. إذا النية والتكبير والقيام والفاتحة والانحناء في الركوع إلى أن تنال راحته، أي راحة كفيه، نعم، أي يقصد راحتي الكفين، فتصل الراحتان إلى الركبتين مع الطمأنينة، مع الطمأنينة، يعني كما ذكرنا بالأمس لا تكون حركات وكأنه يعني مثل الرفاص بالزنبرك، يعني لا يطمئن في حركة من الحركات، ينقر نقرا. إذن مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائما، والسجود مع الطمأنينة، يعني قضية الطمأنينة هذا في كل حركة من الحركات، ولا يجب وضع اليدين والاعتدال عنه قاعدا، والجلوس للتشهد الأخير. قال والجلوس للتشهد الأخير بمعنى أنه لو هذا ليس لترك الجلوس الأول، لكن مرة ثانية إن يعني هو يسجد للسهو، ولكنه إن ترك ناسيا ثم تذكر، إن ترك ناسيا ثم تذكر قام، فلا يعد للجلوس، فلا يعد للجلوس، لأنه قد يبطل الصلاة. نعم، إنما يكفيه أن يسجد للسهو، هذا بالنسبة للجلوس الأول، كما قلنا هي المعرفة ليست للترك. والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الأول، وقوله السلام الأول كما تقول في يعني في نهاية الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، إذن الأول هذا فرض، الأول فرض، فلا تترك الثاني، فلا تترك الثاني. فأما نية الخروج يعني من الصلاة فلا تجب، وأما وما عدا هذا فليس بواجب، بل هي سنن وهيئات فيها وفي الفرائض. أما السنن فمن الأفعال أربعة، فمن الأفعال أربعة: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع، حينما يعني ينزل بقامته يعني إلى الركوع، وعند الارتفاع إلى القيام، والجلسة للتشهد الأول. هذه هي الأربعة: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الارتفاع إلى القيام، والجلسة للتشهد الأول. فأما ما ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحد رفعها، فأما ما ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحد رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة. نعم، والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة. التورك هو أن يجلس، يعني لو بدأنا بالافتراش وثم نعود إلى التورك، أن يفترش
يعني رجله وقدمه اليسرى عند التشهد، يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويتوجه بإبهام قدمه اليمنى باتجاه القبلة إن استطاع. طبعا استطاعنا مش الاستطاع الفسيولوجية، لا يكون لديه مانع، إنما هو الافتراش أن يفترش قدمه، يجلس على قدمه اليسرى على رجله، على جزء من رجله وعلى جزء على القدم اليسرى تكون منبطحة ويجلس عليها. بدأت بالافتراش لأنه الآن حتى نشرح التورط، زحزح القدم اليسرى باتجاه القدم اليمنى، فأين يجلس الإنسان؟ يجلس على وركه، يجلس على وركه الأيسر، يجلس على وركه الأيسر، فهذا هو التورك، فهذا هو التورك. نعم، إذن هو التورك والافتراش هيئات تابعة للجلسة، الأصل هو الجلوس. والإطراق هو ترك الالتفات هيئات للقيام، والإطراق إطراق الرأس، لأن الإمام الغزالي قال أنه أدعى للخشوع، أدعى للخشوع. وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته، تحسين صورة القيام. وجلسة الاستراحة لم، إذا الآن بدأ نتحدث عن بعد يعني تحسيني، لأنه يذكر كلمة التحسين أكثر من مرة هنا. وجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول السنة في الأفعال، لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام. والله أعلم أن المقصود بها هل ساجد، ساجد بإمكانه أن يقف مباشرة، أو من السجود يعني يجلس جلسة خفيفة جدا في طريق القيام، هذه ليست جلسة يعني لحظات يعني أنه ثم يقوم منها. قال هي لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام، لأنها ليست مقصودة في نفسها، لأنها ليست مقصودة في نفسها، ولذلك لم تفرد بذكر. وأما السنن بالأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله آمين، فإنه سنة مؤكدة، فإنه سنة مؤكدة، ثم قراءة السورة، السورة غير الفاتحة، السورة غير الفاتحة، ثم تكبيرات الانتقالات، يعني ينتقل من القيام إلى الركوع، ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ثم تشهد الأول والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير، ثم التسليمة الثانية. وإن جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوتة، وإن جمعناها، وإن كانت مجموعة في اسم السنة فلها درجات متفاوتة، إذ تجبر أربعة منها بسجود السهو، إذن لها مكانة أعلى من أخواتها. وأما من الأفعال فواحدة، وهي الجلسة الأولى للتشهد الأول، فإنها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرين، حتى يعرف بها أنها رباعية، حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا. نعم، بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم، فعبر عن ذلك بالبعض، وقيل الأبعاد تجبر بالسجود.
نعم وأما الأذكار فكلها لا تقضي سجود السهو وأما الأذكار فكلها لا تقتضي سجود السهو إلا ثلاثة ثلاثة منها القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما لأن الركوع والسجود في صورتهما مخالفان للعادة ويحصل بهما معنى العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الأذكار لا تغير صورة العبادة وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت أو ما أريدت في بعض النصوص إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير تركها ظاهر التأثير وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما من بعد الفاتحة فتركهما لا يؤثر مع أن القيام صار معمورا بالفاتحة ومميزا عن العادة بها وكذلك الدعاء في التشهد الأخير والقنوط أبعد ما يجبر بالسجود ولكن شرع مد الاعتدال في الصبح لأجله فكان كمد جلسة الاستراحة فكان كمد جلسة الاستراحة إذ صارت بالمد مع التشهد جلسة للتشهد الأول فبقي هذا قياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة وفي خلوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة فإن قلت تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجب العقاب به دونها فأما تمييز السنة عن سنة والكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل فما معناه يعني بعض العلماء رتب الرخص رتب الرخص في قضية الصلاة يعني لو لم يكن له ثوب ولبس جلد يعني حيوان لم يدرك إلا جلد الحيوان النجس وترك كذا وترك كذا يعني كأنه لم يبقى من الصلاة شيء كأنه لم يبقى من الصلاة شيء وعلى كل حال يعني القضية الأساسية هو أن يقبل على الصلاة ويحاول يعني يكون واعيا للفرض في الصلاة وللسنة في الصلاة ولما يحسن من الصلاة ولآدابها يعني هنالك آداب يعني مثل قضية الدخول لو دخل إنسان المسجد دخل متأخرا والصلاة مثل صلاة الفجر أو المغرب والعشاء يعني يسمع فيدرك تماما من سماعه للإمام أن الإمام على وشك أن ينهي قراءة السورة الثانية كان يكون على سبيل المثال يقرأ الإخلاص فقط أضرب المثال ويبدأ يهرول يسرع يركض يعني ياما سمعنا أناس يركضون في المسجد ليلحق الركعة ليتم الركعة فلا تفوته الركعة هذا ليس من آداب
يعني الانضمام إلى صلاة الجماعة، وليس من آداب الصلاة أن يدخل راكضا ولا يكون في وعيه شيء إلا قضية واحدة، هي قضية أن يلحق. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الناس حرصا في هذا الباب، حرصا. نعم. إذن وأما دعاء الاستفتاح وسورة فتركهم لا يؤثر مع أن القيام صار معمورا بالفاتحة. ثم قال الإمام الغزالي: فإن قلت تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب بها دونها، فأما تمييز السنة عن السنة والكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل فما معناه؟ فاعلم أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما، ولنكشف ذلك لك بمثال، وهو أن الإنسان لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة. فالمعنى الباطن هو الحياة والروح، والظاهر أجسام أعضائه، ثم بعض تلك الأعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ، وكل عضو تفوت الحياة بفواته، وبعضها لا تفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان، وبعضها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون، وبعضها لا يفوت بها أصل الجمال ولكن يفوت كماله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض في اللون. إذن هو الإمام الغزالي يضرب مثالا من حياة الإنسان، أن هنالك قضايا تتعلق ب ما لا تستمر الحياة معه، وأن هنالك أعضاء في الإنسان إذا ذهبت ذهبت حياة الإنسان، يعني هذه الحياة هذه الروح تذهب عن هذا الجسد، إن انعدم القلب، إن انعدم، تقول كيف ينعدم القلب؟ يعني إذا تلف القلب، إذا تلف الكبد، إذا تلف حتى أن اليوم في قضية الدماغ معروف تماما قضية وفاة، موت جذع الدماغ يعتبر الآن وفاة عند الأطباء. إذن ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ. وكذا في نفس الصلاة، هنالك في الصلاة ما إن ذهب منها قلب الصلاة، أو يعني كمثال ذهب قلب الصلاة ذهبت الصلاة. نعم. فلو على سبيل المثال لم يقرأ أي شيء، لم يقرأ أي شيء، يعني لم يقرأ الفاتحة، لا أتحدث عن دعاء الاستفتاح، لم يقرأ الفاتحة، نوى أن يدخل في الصلاة، ثم بعد قراءة دعاء الاستفتاح ركع، أي ذهب بشيء مما يمكن يعتبر قلب، من يعني عضو تفوت الحياة بفواته، وهنا فرض تفوت الصلاة بفواته، لا يجبرها سجود السهو، وصولا إلى الكمال، وصولا إلى الكمال. يعني مثل ليظهر لك وقعها، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن نعم، إذن الإمام الغزالي ضرب هذا المثال، مثال أعضاء الإنسان الحيوية التي بفواتها تفوت حياة، تنعدم حياة الإنسان
مثل القلب والكبد والدماغ، وبعضها لا يفوت. فلو الإنسان فقد إصبعا من أصابعه حفظنا الله وإياكم، تبقى الحياة بإذنه تعالى إن احترق له حاجبا من نار. أيضا بإذن الله عز وجل تبقى الحياة، ولكن القلب والكبد والدماغ هنالك أعضاء حيوية، إن ذهبت فاتت حياة الإنسان. وكذلك الصلاة فإن من أركانها، فإن ذهاب أي ركن من أركانها، قلب الصلاة، رأس الصلاة، هكذا إن ذهبت تفوت الصلاة. نعم. إذا قال: فالركوع والسجود والقيام وسائر الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد، إن فات منها شيء فاتت فات وجود الصلاة. وإن بقي بعض الهيئات إنما الصلاة ككل هي لا تصح، كما أن الإنسان لا يصح مع انعدام القلب أو الكبد أو الرأس أو أي شيء حيوي في حياته. وكما ذكرنا في البداية، عاد الإمام الغزالي وذكر وقال أن هذه المعرفة في معرفة السنن، يعني هنا بمعنى أنه غير الفرائض، هذه المعرفة لا تترجم إلى ترك لهذه السنن، فلا يترك لا الأركان ولا يترك السنن ولا الهيئات ولا الآداب ولا التحسين من كل ما يستطيع، لأنه في النهاية كما قال الإمام الغزالي: للإنسان الخيرة فلك الخيرة بتحسين صورتها وتقبيحها، إن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإحسان في الصلاة وفي الأعمال كلها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.